أحيانا الغلط بيوصلك للطريق الصح، والناس الغلط بتعرفك قيمة الناس الصح، والاختيارات الغلط بتخليك واعي أكثر لما تختار بالمرة اللي بعدها، والأهداف الغلط بتوصلك للأهداف الجوهرية، والضربة اللي بتوجعك بتصحيك، والضربة اللي ما بتقتلك بتقويك، والضعف بيخليك أكثر صلابة، التشتت بيخليك تتمسك بنفسك أكثر، والظلام بيخليك تشوف النور اللي بعيد اللي ما كنت منتبه له، والكسر بيعرفك طعم تكون قريب من رب العالمين، والوحدة بتعرفك قيمة نفسك. أحيانا أكثر الأشياء اللي ممكن تأذينا هي الأشياء اللي راح تنقذنا، والأشياء اللي بنفكرها نهايتنا بتكون بالحقيقة هي البداية. يسعد صباحكم.